بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان داخل مصر وخارجها، لكم مني أجمل تحية من شاشة مصر الزراعية وحلقة جديدة من برنامجكم صوت الفلاح. النهاردة أعزائي المشاهدين معانا محافظة من محافظات شمال صعيد مصر، ألا وهي محافظة بني سويف. تنتمي بني سويف إلى إقليم شمال الصعيد، هذا الإقليم الذي يربط شمال مصر بجنوبها وشرقها بغربها. ومن هذه الانتماءات المحورية تكونت شخصيتها الجغرافية والسكانية والحضارية والاقتصادية. تتوسط محافظة بني سويف 6 محافظات، حيث يحدها شمالا محافظة الجيزة وبالتحديد حلوان، ومن الشمال الشرقي محافظة السويس، وشرقا محافظة البحر الأحمر، وغربا محافظة الفيوم، وجنوبا محافظة المنيا. كانت بني سويف عاصمة الدولة في عهد الأسرتين 9 و10 الفرعونيتين، وأصبحت محافظة واعدة بما تملكه من مقومات استثمارية في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والسياحية. تتفوق المحافظة في إنتاجية القمح والقطن، فضلا عن تميزها بإنتاج الثوم والبصل والشمام ودوار الشمس والذرة والنباتات الطبية والعطرية. وتساهم بني سويف في النشاط الصناعي من خلال صناعة الأسمنت والطوب الطفلي والنسيج كصناعات كبرى، والسجاد والكليم اليدوي كصناعات صغرى، بالإضافة إلى منطقة للصناعات الخفيفة وأخرى للصناعات المتوسطة ومجمع للصناعات الصغيرة. وتتعدد فرص ومجالات الاستثمار بالمحافظة، أهمها الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي والحيواني واستصلاح الأراضي، وأيضا الصناعات القائمة على المواد المحجرية والتعدينية والصناعات الهندسية والأنشطة الحرفية. هنتعرف أكتر من ضيوفنا على الزراعة في بني سويف، وأيضا نتعرف على الثروة الحيوانية والداجنة بهذه المحافظة. لذلك يسعدني أن يكون معي في الفقرة الأولى من هذا البرنامج السيد المهندس عبد العظيم عبد المجيد، وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، وأيضا هيكون معانا الدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري ببني سويف بعد هذا الفاصل. رحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، وهنتكلم باستفاضة وبالتفصيل عن أحوال الزراعة وأهالينا الفلاحين بمحافظة بني سويف، وأيضا سوف نتحدث بالتفصيل أيضا عن الثروة الحيوانية وأخبار الأمراض الوبائية بمحافظة بني سويف. لذلك يسعدني أن يكون ضيفي الكريمين في هذه الحلقة السيد المهندس عبد العظيم عبد المجيد، وكيل وزارة الزراعة ببني سويف. برحب بحضرتك باشمهندس عبد العظيم، وأيضا أرحب بالدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري ببني سويف. برحب بحضرتك يا دكتور طارق. أهلا بك يا فندم. يعني أنا سعيد أنكم بتشرفوني في البرنامج، وعاوزين نتكلم بقى باستفاضة عن آخر المستجدات بمحافظة بني سويف، ونبدأ بالزراعة. إيه آخر المستجدات؟ وطمني بالذات على الوضع بالنسبة لما يصار أخيرا أو كما هو معروف بعض الأزمات بالنسبة للأسمدة، إيه الأخبار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة بالنسبة لآخر المستجدات بالنسبة للزراعة بني سويف، حضرتك بالنسبة للقمح احنا انتهينا تماما من الحصر الفعلي النهائي للقمح. عندنا 114 ألف فدان و900 حصر نهائي بالنسبة لمحصول القمح، يعني غير قابلين للزيادة. لا، غير قابلين للزيادة. 114 ألف. طب العام الماضي كان كام؟ العام الماضي كان 142 ألف، يكاد يكون قلت المساحة. يعني بنتكلم في حوالي 30 ألف فدان. نعم، فرق. نعم، مساحة كبيرة. مساحة كبيرة الحقيقة. السبب من وجهة نظرك؟ السبب طبعا جدت يعني محاصيل أصبح بيتم التعاقد عليها زي نباتات طبية وعطرية، محصول العطر
بالنسبة للبنجر بيتم التعاقد عليه برضو. بالنسبة للبصل مصنع تجفيف البصل عندنا في الشرق أصبح بيتم التعاقد على البصل. ارتفاع سعر التوم في العام الماضي الحقيقة برضو زود مساحة التوم عندنا السنة دي. يعني ما هو احنا نخشى برضو ان المزارع احيانا بنلاقي فيه محصول معين ارتفع سعره في السوق، نبص نلاقي كل الفلاحين يزرعوا نفس المحصول، ما هو الحقيقة او عدد كبير منهم، وبعدين يجي في نفس الموسم بقى في نبص نلاقي المحصول سعره انخفض. يكاد يكون الفلاح بيقيسها فعلا بطريقة غير اقتصادية، غير يشوف اقتصادية. سعر المحصول في العام الماضي على سعر العام الماضي. طبعا دي طريقة يعني ثقافة مش هي منضبطة اقتصاديا يعني. فدي بالنسبة للقمح. الحقيقة بالنسبة لصرف الأسمدة بالنسبة لمحصول القمح نكاد نكون انتهينا تماما من صرف 90% لمحصول القمح، وكنت أنا الحقيقة أديت تعليماتي أن يتم الصرف مقررات كاملة لمحصول القمح في البداية، وبعد كده يعني خد كل المقرر السمادي خد في بداية الموسم السماد كلها بالنسبة لمحصول القمح. المساحة اللي باقية بين شطرين، شطر متأخر اللي هو زرع بعض البطاطس، والنوع الثاني يكاد يكون الفلاح يقول لا أنا مش عاوز نطرات، أنا عاوز 6 يوريا، أنا مش عاوز طلخة، أنا عاوز أبوئير كده يعني. لكن نكاد نكون بفضل الله انتهينا. يعني إجمالا باشمهندس أبو عظيم، ما فيش مشكلة في الأسمدة الحقيقة حاليا، وأنا بقول على الهوى هو وأي واحد يراجعني، إحنا الأسبوع اللي عدى ده عملنا برنامج لطلخة وبوئير وحلوان ب100,000 طن، رجعونا البرنامج قال عملوه ب200,000 طن. نعم بعد الارتفاع الطفيف ما فيش اي مشكلة في الاسمدة. اول امبارح يعني مدير المركزية متصل علي قال انا عندي 400 طن، شوف لي الجمعيات حتى اللي قربت تنتهي من الاسمدة بتاعتها نوديها لها. طيب دي اخبار كويسة، لانه برضو احنا بتجيلنا يعني شكاوى كتير من اهالينا المزارعين انه في مشكله في الاسمده في بعض المحافظات. ادي محافظه بني سويف ما عندهمش اي مشكله في الاسمده، يعني يكاد يكون انه طبعا كل اهلنا الفلاحين صرفوا المقرر الخاص بمحصول القمح. دي اخبار كويسه، وطبعا يعني ان شاء الله تباعا سوف يتم حل مشكله الاسمده وبصفة خاصة في محافظات الصعيد إن شاء الله. إن شاء الله. لكن طبعا أنا الحقيقة حزين أنه مساحة القمح انخفضت هذا الانخفاض الكبير، يعني احنا بنتكلم على 30,000 فدان، دي مساحة مش قليلة يا جماعة الحقيقة. وبعدين يعني احنا دلوقتي خلاص، يعني حتى كان مطلب الفلاحين أنه التوريد يكون بالسعر العالمي، خلاص أصبح التوريد بالسعر العالمي، يعني ما فيش فرق بين القمح المستورد والقمح المحلي. نعم. يبقى ليه ما نزرعش؟ يعني وبعدين ده محصول قومي، يعني عاوزين احنا كلنا ندور على مصلحة البلد. مش معنى ان انا ممكن لو زرعت محصول اخر يديني سعر اعلى او يحالي ربح اعلى، وان كان هذا الربح يعني مش عالي قوي، ويبقى انا مزرعش قمح، لا، لان طبعا ده محصول مهم جدا. وان كان معليك برضو محصول القمح بيدر الربح على الفلاح، لان أنا متأكد يا دكتور تكلفته الزراعية بسيطة جدا، لا تكون تخرج عن مياه الري وشويه الاسمده، وبيدر يعتبر من المحاصيل اللي بتدر دخل على حتى الفلاح. العماله فيه مش عاليه قوي، نعم، يعني مش محتاج عماله كثيفه زي خالص. كل المحاصيل يعني، نعم. ولكن احنا نتمنى ان اهالي الفلاحين يكونوا مبسوطين، نأمل يعني ان شاء الله ما عندناش اي مشكله انها تزيد. طيب المساحه يا دكتور طارق، نتكلم بقى على اخبار الثروه الحيوانيه في بني سويف قبل ما ندخل بقى في الامراض وكده، طمني الوضع بصفه عامه. بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه بشكر معاليك البرنامج وصوت الفلاح. الحمد لله في محافظه بني سويف المحافظه المستقره من حيث الثروه الحيوانيه، الحمد لله ما فيش مشاكل عندنا. طبعا الامراض الوبائيه اللي موجوده بنعملها تحصين دوري زي الحمى القلاعيه والجلد العقدي وحمى الواد المتصدع وانفلونزا الطيور، وطبعا بنحصن الحمى القلاعيه مرتين في العام والجلد العقدي مره في العام وحمى الواد المتصدع مرتين في العام على الحمى القلاعيه وانفلونزا الطيور على حسب البؤر الموجوده في المحافظه. طبعا من حوالي شهرين ثلاثه كده
كان الجمهورية ينتابها بعض بؤر من حمى قلاعية. وانا عندي بني سويف كان عندي، ده مش من شهرين ثلاثة يعني، ده من يعني من شهر او كده، من بداية فصل الشتاء يعني، شهر شهر ونص، من شهر 11 كده 12 احنا داخلين في 2 اهو. كان عندي 3 بؤر في مركز الواسطة ومركز بني سويف ومركز سموسطة. البؤر دي عبارة عن ايه؟ انه حيوان واحد بيكون فيه المرض. بنعمل ايه؟ طبعا فريق كاهو زي سيادتك ما عارف بينزل القرى بيشوف الحيوانات المريضه وناخد منها عينات ونبعتها للمعمل هنا في الدقي، وبنشوف ايجابيه المرض من سلبيته يعني. طبعا ايجابيه المرض بنحصن نصف قطر 10 كيلو من البقر. الحمد لله حصلنا في سموسطة وحصلنا في مركز بني سويف وحصلنا في مركز الواسطه، وعملنا تحصين على مستوى المحافظة كله، تحصين العادي بتاعنا، ومعايا الأرقام إن شاء الله هقولها لمعاليك. دكتور طارق، أنا بصرف النظر عن الأرقام وبصرف النظر عن التحصينات الدورية اللي هي بتتم، وده وضع عادي ووضع طبيعي، يعني الأخبار إيه؟ الموقف إيه؟ الموقف عندنا هل في نفوق؟ هل في تفشي للمرض؟ هل في مشاكل؟ هل في بؤر حالية؟ الموقف في بنسويف عندنا الحمد لله مستقر تماماً. وطبعا ده بتحسه طبعا كل الأجهزة سواء التنفيذية أو الشعبية أو الرقابية أو الوزارة، لأن طبعا ما فيش حاجة بتستخبى النهاردة، لو في طبعاً حاجة في قرية على مستوى الجمهورية كله بتتعرف قرية إيه فيها إيه وكله يعني. الحمد لله محافظة بني سويف من ضمن المحافظات اللي على مستوى الجمهورية، ومهندس عبد العظيم طبعا وكالة الزراعة جنبي أهو ويقول لي برضه هذا الكلام، الحمد لله ما فيش اي حاجه حمى قلاعيه، نادرا ما تلقى حالات بسيطه جدا وبيسيطر عليها في اولها يعني. احنا ما بنستناش لما المرض يبقى ينتشر، يعني لم يحدث اي نفوق في الحيوانات الحمد لله في بمحافظه بني سويف من شهر 11 لشهر 2 اهو، لم تسجل عندي بوظيفه الطب البيطري بني سويف حاله نفوق واحده من حمى قلاعيه. تمام، ده كلام كويس، ده كلام كويس، ولا جلد عقدي ولا انفلونزا طيور الحمد لله بشريه. اللي سجلت عندي انفلونزا طيور في قريه في دمشق بني سويف. لا انا خليني في الحيوانات الاول، لسه هنتكلم على الدواجن. ماشي. لا الحمد لله لم تسجل اي حاله نفوق حمى قلاعيه او جلد عقد او حمى وضع متصدع في الثروه الحيويه لارج انيمال في بني سويف. تمام، ده مسؤوليته على الهواء. ده كلام جميل، وساعات بتكلم على الهواء، احنا طبعا فاتحين التليفونات بتاعتنا لاهالينا في بني سويف، اي حد عنده مشكله في الزراعه، عنده مشكله في الطب البيطري، يا ريت يتصل بينا على الهواء مباشره، لان المسؤولين موجودين علشان يحلوا مشاكلكم. على فكره يعني هم موجودين في هذا البرنامج لحل مشاكلكم على الهواء مباشره. طبعا انا بحييك يا دكتور طارق الحقيقه، اما الاقي كده مسؤول في الطب البيطري بمحافظة بني سويف ويؤكد وبمنتهى القوة ان مفيش حالة نفوق واحدة في بني سويف، ده كلام رائع، ده شيء يطمننا انه مديرية الطب البيطري في بني سويف شغالة شغل كويس وعاملة الواجب اللي عليها. الحمد لله. ده كلام رائع الحقيقة. واعتقد ايضا دكتور طارق انه درجة الحرارة او المناخ في محافظات الصعيد بصفة عامة بيكون له دور في انه يقلل يعني المشاكل المتعلقه بالامراض. طبعا احنا عندنا طبعا الجو طبعا كويس على وجه بحر شويه، طبعا عندنا برضو الحراره معقوله يعني. النهارده حرارة 24 كان صفر النهارده، فالحمد لله يعني بقالنا كام يوم الحقيقه درجه واخر يوم خطوبه النهارده بفرق برد يعني. النهارده حراره 24 الحمد لله، يوم مشمس وجميل جدا يعني. فالحمد لله الجو هو يوم مشمس وجميل عشان انتم شرفتوني النهارده في الاذاعه. طيب دي اخبار الحياه كويسه، وطمنا على الأسمدة يعني الحمد لله ما فيش مشكلة. طيب خلينا نتكلم على المحاصيل الأخرى باشمهندس أبو عظيم لا في الأمر. الحقيقة بالنسبة للمحاصيل الأخرى، البطاطس كنا زرعين حضرتك 9000 فدان بطاطس، منها 4 زراعة تعاقدية متعاقدة مع مصانع الشيبسي، و5 زراعات حرة، 5000 زراعات حرة، تكاد تكون يعني نحن في نهايات تقليع محصول البطاطس. بدأنا في 5/2 على وجه التحديد تقليع محصول البنجر، وبدأ شركة السكر في الفيوم تستقبل البنجر. بدأ النباتات الطبية والعطرية الشيح البابونج
بيقطفوا تاني قطف. لا بالنسبة للبطاطس في حد متعاقد، شركات متعاقدة على المحصول، نعم، مع المزارعين سعادتك، ولا المزارع هو والسوق بيتصرف؟ سعادتك 4000 فدان زراعات تعاقدية مع مصانع الشيبسي، الخمس تلاف فدان زراعات حرة يعني ما فيهاش تعاقدات يعني. نكاد نكون في نهايات تقليع محصول البطاطس يعني. تمام، خلينا نرجع تاني لمحصول القمح معلش يعني. فهم. عدد الحقول الإرشادية عندنا بالضبط 211 حقل إرشادي مزروعة فيها أصناف عالية الإنتاج من إجمالي 222 قرية عندنا في المحافظة، وبتتابع فيها عمليات الخدمة الزراعية الجيدة الحقيقة. نعم. يعني طيب حالة المحصول دلوقتي من ناحية الإصابة بالأمراض بالحشرات الحقيقة الوضع بصفة عامة يعني طمنه. الحقيقة بالنسبة للمحصول حالته جيدة، الزراعات المبكرة بدأت تطرد السنابل، يعني ما بيسجلش الإصابة بالصدأ إلا بؤر بسيطة خالص بيتم بفضل الله التعامل معها. بالنسبة للزمير يكاد يكون السنة الوحيدة نسبة الإصابة به قليلة خالص يعني. الحقيقة يعني أنا ما أعرفش، وإن كنت مع الحشرات لا أعزي السبب، الآفات الحشرية، الآفات الحشرية ما فيش الحمد لله يعني. هو الصدأ يعني سجل بؤرات بسيطة يعني في بعض المراكز وبيتم التعامل معها يعني. طبعا بيتم الفلاح. التعامل من خلال الحملات القومية. نعم من قبل الفلاح يعني. لا والحملات القومية المفروض بتبقى عارفة المشاكل اللي موجودة في المحافظة. نعم لا شك طبعا. مش الاجتماعات مستمرة مستمرة على طول الحملات القومية بالنسبة للمحاصيل. الاجتماع بيكون شهري ولا نصف شهري؟ لا نصف شهري. شهري شهري نعم. بس في تواصل بين حضرتك وبين الحملة بحيث لو في أي مشكلة الحملة تنزل وتشوف المشكلة. ما فيش كلام بيجوا على طول. طب والندوات الإرشادية؟ الندوات الإرشادية عاملين بالضبط كده 250 ندوة إرشادية. الحقيقة معظمها خاص بمحصول القمح، وإن كان بعض خاص بالبنجر، البطاطس، النباتات الطبية والعطرية، إلا إن معظمها كان لمحصول القمح الحقيقة يعني. في استجابة من الفلاحين بالنسبة للندوات الإرشادية؟ خلينا نتكلم بصراحة. والله دكتور الفلاح دلوقتي أنا أقول بصراحة وبقول على الهوى، هو ثقافته بقت عالية، يكاد يكون هو اللي بيسأل على المعلومة، مش زي زمان يعني. أنا زمان كنت مسؤول الإنتاج الحيواني في إدارة إهناسي، وكنت متبني موضوع تدوير المخلفات، كنت باخد للفلاح السائل المفيد والبلاستيك وماكنة السيلاج واروح اتحايل عليها عشان اعمل له سيلاج، كنت بجد صعوبه الحقيقه يعني. دلوقتي يعني هو اللي بيدور. انا اول من نفذ تدوير المخلفات الحقيقه في محافظه بني سويف، دلوقتي هو جاب المكنه وبينفذ كوبات السيلاج بشوفها بعناية الفلاح عاملها دون اي استشاره. طب ده كلام كويس. طيب معانا اولى المداخلات، معانا شعبان بني سويف. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك متعصب الحمى القلعيه. ايوه لا قول لي المركز فين يا شعبان؟ مركز ناصر قريه دافشي. مركز ناصر قريه دافشي. ماشي، ايه المشكله يا شعبان؟ قول. المشكله ان احنا حضرتك بيتكلم على التحصينات واحنا ما نعرفش حاجه عن التحصينات دي خالص. الدكتور الوحده لا بيمر ولا بيحطم وجايب التحصين يبيعه في الوحده. الوحده انتوا تبع وحده ايه؟ قرية دابشين مركز ناصر. يعني القرية فيها وحدة ولا الوحدة في المركز؟ القرية فيها وحدة، وحدة بيطرية. طب ده كويس، كويس ان القرية بتاعتكم فيها وحدة. حضرتك ايه ما بتقومش بالتحصين، ما بتنزلش الفلاح نهائي نهائي يا دكتور. وعندنا موجود مرض الحمى القلاعية شغال دلوقتي في نفوق. هل في حيوانات ماتت؟ في نفوق في الحيوانات ولا ما فيش؟ بس طيب تمام الحمد لله الحمد لله. طيب يا حاج شعبان يا حاج شعبان حاج شعبان لو سمحت بس حضرتك اسمعني. طيب ما انا هسمعك بس انت برضو اسمعني. ايوه حاضر. انت بتقول في الحمى القلاعيه شغاله دلوقتي عندكم صح؟ ايوه موجود. عملت ايه سيادتك؟ بلغت الوحده البيطريه؟ حضرتك احنا انا مش موجود عند المرض بس دي ناس موجوده عندك. يا حاج شعبان حاج شعبان. ايوه يا دكتور. انا طبعا بشكرك ويا ريت اللي عنده المرض اللي عنده المشكله يتصل بينا. بشكرك يا حاج شعبان. طبعا انتوا عارفين مبدئي في
في هذا البرنامج. زي ما احنا بنجيب المسؤول علشان يرد على اي مشاكل، انا ضد ان انا احرج المسؤول بكلام عام ملوش اساس من الصحة. طبعا شعبان بيتصل، انا لما زنقته وبقول له انت عملت ايه؟ قال انا ما عنديش المرض. خلاص، اللي عنده المرض يتصل بينا بعد اذنكم، اللي عنده مشكله في الزراعه يتصل، اللي عنده مشكله في 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 الطب البيطري يتصل. احنا ما عندناش اي مانع. علق يا باشا سمحت. علشان احنا برضو ايه، مش انا مش عاوز اظلم المسؤول، لكن برضو بالرغم من كده هندي برضو البيانات للدكتور طارق ويشوف الوحده دي. انا اكلم عليك في الموضوع ده. الموضوع ده اتفضل يا دكتور طارق. اولا بقى بشيب فيها وحده، وفيها دكتور وائل دكتور نشيط جدا وشغال، وبياخد كل شهرين ثلاثه شهاده تقدير مني، وبيحصن كمان تمام. نفس الوحده على الهواء. انا بقولك على الهواء وعندي يعني باخد منك شهاده تقدير كمان. طيب، وهذه الشكوى هو الحاج شعبان راح للعضو مجلس الشعب النواب هشام باه مجدي وكلمه وقال له ما فيش حصانات. هشام باه مجدي كلمني وكلمت الدكتور، يا باشا حصن مواشيه وتمام التمام، ما فيش اي مشاكل خالص. طيب، عموما الموضوع اتقفل وانا رديت طبعا يا دكتور. يا باشا بركه في معالي، يعني علشان احنا برضه بركه في معالي، ما ينفعش اللي عنده مشكله يتصل. امال احنا جايين ليه؟ المسؤولين جايين ليه؟ عشان يحلوا مشاكلكم. احنا مش جايين ندردش، احنا مش جايين نتكلم كلام عام، احنا جايين عشان نحل مشاكل اهالينا في بني سويف. والحلقه النهارده مخصصه ليكم، بس اللي عنده مشكله يتصل، لكن كلام عام مرفوض، كلام بدون دليل مرفوض. ارجوكم عشان بس احنا يعني عاوزين يبقى كلامنا محدد علشان نضع النقاط فوق الحروف زي ما بيقولوا. اتفضل يا باشمهندس. اتفضل. يعني احنا بالنسبه للقمح مفيش مشاكل مرضيه؟ لا، مفيش اي مشاكل، مفيش مشاكل حشريه الحمد لله. الحمد لله. المحصول مبشر تقريبا انتاجيه يعني متوسط كام؟ ان شاء الله نامل في حدود باذن الله 18 اردب يعني. في الحدود. والندوات الارشاديه حضرتك بتقول لي الفلاح بيستجيب بقول لمعاليك هو ثقافه الفلاح دلوقتي بدا هو يسال عن يعني مثلا على سبيل المثال، اما من سنتين كده التوتة ابسلوتا اصابت محصول الطماطم. الفلاح سعادتك عمل مصايد على احدث ما تكون المصيده، وهو اشترك كبسوله وانا شفتها بعينيا مصيد عدد فراشات بصراحه مهوله يعني. الفلاح من نفسه بدون توجيه من الارشاد؟ لا، لابد من التوجيه. أيوة، ما بس بقول لمعاليك يعني هو بيسال على المعلومه دلوقتي. فما بيلاقي حد يروح يديله معلومه بيستجيب يعني. الحقيقه تمام. على فكره كل فلاحينا كده. نعم، مش في بني سويف بس، في كل المحافظات. الحقيقه الفلاح المصري، الفلاح المصري مفيش زيه على فكره ناصح في العالم يعني. ويقدر يعلم اي فلاح ما شاء الله يعني. في العالم. نعم. يعلمه حضاره يا جماعه، حضاره. طيب دكتور طارق، طيب نستكمل الحديث أعزائي المشاهدين، ولكن بعد هذا الفاصل بناء على تعليمات المخرج. نرحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين، ونستكمل الحديث عن الزراعة وعن الطب البيطري بمحافظة بني سويف. دكتور طارق، زي ما سألت الباشمهندس عبد العظيم، هل المزارعين بيستجيبوا للندوات الإرشادية؟ أنا بسأل حضرتك نفس السؤال، هل المربين يستجيبوا للندوات الإرشادية؟ ستك من واقع عندي طبعا إدارة إرشاد في المديرية، وعندي في كل مركز رئيس قسم إرشاد بيعمل ندوات شبه يومية، وأنا حتى الحمد لله جايب معايا هوتي الندوات الارشاديه المعموله على مستوى المحافظه كلها. يعني انا عامل في شهر يناير ده 52 ندوه ارشاديه. وندوات عن الحيوانات وعلاجها 5، ندوات رعايه تناسليه 7، ندوات عن الامراض المشتركه 4، ندوات عن المجازر 3، عن التامين عن المذبحات 4، ندوات مشتركه 52، يبقى عامل 104 ندوة إرشادية في شهر يناير. بينزل تمام. إزاي؟ بينزل أنا مدير إدارة. أنا بتكلم يا دكتور طارق، بينزل مدير إدارة الإرشاد. ما لحظة بس، أنا بتكلم مش على عدد، أنا بتكلم على مدى استجابة المربي. لأن دي تهمني قوي. يعني أنا ممكن أعمل ندوة واحدة
تكون اهم من 10 ندوات. تمام. يعني ندوه واحده فيه قدامي مثلا 30 40 مربي. نعم. حتى 20 مربي. نعم. غير لما اعمل 10 ندوات وحاضر في كل ندوه 2 3. احنا بنعمل ندوات لهدفين. اول ندوه بنعملها الاول هدف قبل التحصينات بيوم. يعني انا مثلا حصن بكره في قريه مثلا بافشيل اللي هو كمان الحاج شعبان ده بنزل قبلها بيوم الندوه الارشاديه وبقول لاهل القريه بكره في لجنه تحصين حمى قلاعيه في المكان كذا الميعاد كذا وكل مواطن يتوجه على كبر مدخل القريه الطبيب موجود على عارف المكان والزمان. يعني انتوا قبليها بتنبهوا في القريه في المكان اللي هيتم فيه التحصين سواء في المسجد او في عن طريق العمده او الشيخ او عن طريق الجمعيه الزراعيه والوحده البيطريه بالميكروفون. الحاجه الثانيه دي الندوات دي قبل التحصين بيوم. الندوات الثانيه الندوات اللي هي العامه بقى اللي بينزل فيها مدير الاداره وبينزل فيها رئيس قسم الارشاد بتاع المركز وبينزل فيها سواء في الجمعيه الزراعيه او في الوحده البيطريه خارج الوحده البيطريه او في تجمعات عند الفلاحين وبيقعد معاهم بيقول لهم لو فيه مرض وبائي ايه اللي يحصل لو فيه يعني بيعرفهم ازاي يتعامل مع المرض على اساس لما يجي المرض يبقى الطب بطلب على معرفه به. تمام. فدي ستك ما تقلقش من هذا الموضوع الحمد لله ندوات ارشاديه. الندوه مثلا بيكون فيها كم؟ يعني ما يقلش عن 40 واحد. الندوه. تمام. طيب معانا محمد. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ اهلا وسهلا بحضرتك. والله عايز اكلم الاستاذ عبد المجيد. معاك الباشمهندس عبد العظيم. اتفضل. والله يا باشمهندس عندنا ترعة الدليفيا دي تكاد تكون من عند بن حمد مقفولة من الزبالة وال اسمها ترعة ايه يا حاج محمد؟ ترعة الدليفيا مقفولة من الزبالة اللي بتيجي من عند علبة الصعيدة و الحكامة. مين السبب فيها يا حاج محمد؟ القمامة والمخلفات اللي بتترمي في الترعة دي مين السبب فيها؟ وطي التلفزيون بعد اذنك يا حاج محمد. وطي التلفزيون واسمعني من التليفون. ماشي حاضر. بقول لحضرتك البلاد اللي على الترعة من فوق علبة الصعايدة يعني المواطن علام المواطن. طيب ما هو احنا حضرتك احنا ذنبنا ايه؟ احنا مش عايزين نفسي مش عارفين نفسي. وبعدين المسائي عندنا ما فيش اللي هي بتاع التحسين دي كرواحات التحسين ما بتطلعش دلوقتي. تمام. يعني احنا لازم عشان نبحث المسأة لازم نجيب حفارة على حسابنا ونبحث وبعدين نلم الفلوس و عايزين حضرتك حتى الباشمهندس عبد العظيم يطلع لنا حفار يطهر الترعة حتى من فوق كده عشان هي ترعة عامة ولا ترعة خصوصية؟ ترعة عامة. طيب دي على فكرة يا حاج محمد تخص الرأي لكن ما فيش مانع الباشمهندس عبد العظيم ياخد عليها. البيانات هرد طب خليك معايا خليك معايا هرد عليها دكتور اتفضل ماشي الحقيقة أي مشكلة في الري بيجينا في الصرف المغطى أو العريان بيجينا الفلاح لدرجة واحد جاني من قرية أبشنة في بني سويف قال لي ده الزبالة جرينا كتيرة وهتبدأ تزحف على الأرض الزراعية اتصلت برئيس المدينة على أساس يشيل الزبالة دي وشالها متواصل معاه يعني إن شاء الله هيشيلها يعني طيب شكرا يا محمد فضل. الحقيقة أي فلاحين بيجوا لطرعة محتاجة التطهير أنا بتصل على طول بمهندس المهندس مدير عام التحسين بيطلع لهم حفار سواء محتاجة حفار كبير أو حفار صغير لو معاهم فلوس جاهزة بيدوا أسيمة مقدم ويطلع معاهم الحفار لو ما معاهمش بنتواصل مع مجلس إدارة الجمعية يطلع شيك للتحسين ويحصل من الفلاحين تمام يعني الحقيقة في كم قرية حصل الموضوع طيب حضرتك هتاخد بيانات محمد إن شاء الله والموضوع واضح إنك عارف المكان والترع نعم ومكانها ويتم حلها يعني ان شاء الله باذن الله باقصى سرعه رغم ان بإذن المشاكل بس يجيني بس طبعا يعني معلش يعني المشاكل دي بيتحملها وكيل وزاره رغم ان هي مش مسؤوليته عشان برضو ندي كل واحد حقه لكن دي مسؤوليه الراي لكن انا دايما بقول ان الفلاح بتاعنا اي مشكله بيتعرض ليها تخصنا
ايا كان. وطبعا احنا اهالينا الفلاحين بيتصلوا بينا بمشاكل حتى لا ليها علاقه لا بالزراعه ولا بالري. عنده مشكله في وحده صحيه، عنده مشكله في طريق، عنده مشكله في كوبري، عنده مشكله في مياه شرب. وطبعا حضراتكم بتشوفوا هذا الكلام على الهواء، وبنحاول ان احنا نتدخل ونحل هذه المشاكل يعني برضو علشان ندي كل واحد حقه. لكن احنا نتمنى طبعا انه مسؤول الري في جميع المحافظات يتعاونوا معانا ويحلوا المشاكل المتعلقه بالزراعه، لان طبعا الري ما يعني بدون مياه ما فيش زراعه. نعم. واحنا عندنا مشاكل كتيره جدا بتكون في الزراعه يكون سببها الري. واحنا طبعا يعني احنا وجهين لعمله واحده، الزراعه والري وجهين لعمله واحده، فلازم نكمل بعض. طيب نستكمل الحديث معلش مع حضرتك. احنا كنا طبعا خلاص القمح والبطاطس وندخل بقى على النباتات الطبيه والعطريه. النباتات الطبيه والعطريه الحقيقه طبعا بقول معاليك الشيح البابونج بداوا ياخدوا تاني قطفه من الزهره، لسه طبعا بقيه النباتات مزروعه. النعناع بيؤجل وحشه لحد ما ترتفع درجه الحراره. الساعه كانت مأثره على نبات العطر الحقيقه، وكان مكرمش ومأثره فيه حشره الجسد. مجرد ما بترتفع درجه الحراره الحقيقه بيبدا يفرط ويبقى كويس يعني ان شاء الله. طيب مساحات قد ايه؟ احنا عندنا 9000 فدان نباتات طبيعيه عطريه. كلها متعاقد عليها؟ لا لا او المزارع لا لا سعادتك ما فيش تكاد تكون نباتات متعاقد عليها نهائي يعني. العطر فيه مصنع. طيب نستكمل الحديث عن نباتات الطبيعيه العطريه لكن بعد ما ناخد محمد. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا محمد من قرية بني عفان تابعة لمركز بني سويف. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. اتفضل يا حاج محمد. أنا عايز بس تعقيبا على كلام السيد مدير الطب البيطري. بقول لحضرتك فعلا زي هو ما بيقول كده فعلا. إحنا عندنا في القرية بنلاقي فيه اللجان بتيجي الصبح بدري وبيبقى فيه تنبيهات في الجوامع من حوالينا، وكل واحد مننا بيطلع الحيوانات بتاعته وبتتحصن باستمرار. تمام الحمد لله. يعني مثلا تحصينات اللي هي القلعيه والعقدي وبرده انفلونزا الطيور، كل ده فعلا بيحصل زي السيد مدير الطب البيطري ما بيقول كده يعني. طيب تمام. انا بشكرك والله يا محمد يعني بشكرك. نعم وان كان ده واجبنا خد بالك. ده واجب يعني ده واجب المسؤول. احنا بنشكره طبعا لكن ده واجبه، واحنا كلنا موجودين علشان خدمه الفلاح كل واحد في موقعه. يا فندم بنشكر الطب البيطري كله فعلا كلام وفي اوقات بيستدعونا لندوات ارشاديه برضه بنروح في مركز الارشاد او في الجمعيه الزراعيه بيقعدوا بيكلمونا باستمرار ناس من مصر وناس من مثلا من الطب البيطري اللي موجود في بني سويف بنقعد يتكلموا برضه عن الامراض وعن القلاعية وبتتنقل. تمام. طب اخبار الزراعه يا محمد معاك؟ نعم يا فندم. اخبار الزراعه ايه؟ لا انا ماليش في حكايه الزراعه، كل الارض انا ماجرها ما بزرعش. طيب تمام بشكرك يا محمد. ماشي يا فندم. طبعا وشاهد شاهد من اهلي. نعم. طيب ده تمام. نستكمل الحديث عن النباتات الطبيه. فالحقيقه يعني ارتفاع درجه الحراره ان شاء الله بيبقى افيد للنباتات الطبيه والعطريه زي ما معاليك متخصص في النباتات الطبيه والعطريه. ما لسه طبعا ما فيش. طيب هل المحاصيل دي الفلاح عارف ان هي بتجيب له عائد كويس؟ بتجيب عائد سعادتك. فيه مصانع عندنا لعصير العطر، مصنع في كومه براضي لتجفيف النباتات الطبيه والعطريه وبيصدر بره. ايوه. فده بيتم عن طريق تجار الوساطه يعني بين المصنع وبين الفلاح. لكن ما بتبقى الزراعه تعاقديه يعني. طب وليه الفلاح ما يتعاقدش مع المصنع على طول؟ ما هو المصنع ما بيطلبش وبيطلبش تعاقد. هو بيرجئ اخذ المحصول لحد ما يشوفه هل بالمواصفات الجيده اللي هو هيصدر بيها بياخدها. مواصفات رضيئه طبعا ما طب ما يا فندم لازم يكون في تعاون بين الارشاد الزراعي وبين المصنع وبين الفلاح. الحقيقه ان انا يعني انا ادخل كزراعه وسيط بين الطرفين. المصنع مواصفاته ايه؟ 1 2 3 واخد بال سعادتك؟ بقى الصنف اللي انا ازرعه اللي يديني المواصفات دي الصنف الفلاني. الحقيقه ابدا ادخل مع الفلاح واشجعه ان يزرع عشان يصدر. الحقيقه وبالتالي يحقق له عائد كبير. تمام تمام.
الحقيقه المصنع طبعا يعني رفض موضوع مبدا التعاقد ده تماما، لان احيانا يلاقي المحصول زاد عن الفلاح، زاد المحصول عن سعر العقد، ففي فلاحين ما بتوردش. دي نقطة مهمة. طيب احنا بعد اذنك اتفضل نستكمل معانا علي. الو اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام يا حاج علي. ازي حضرتك يا دكتور حامد؟ الحمد لله. والله انا بكلم سيادتك من جهة السماد. اتفضل. السماد بتاع الجام، زرعنا البطاطس. السماد انت ما خدتش السماد؟ خدنا بتاع الجام البطاطس. خدنا للبطاطس، وبعدين قالوا هنعمل حصر تاني تشيد للجنح مكان البطاطس. عملوا الحصر وبعتوه بنسوية. رحنا لحد ابو عظيم قال لك ما فيش قرار من وكيل الوزاره، ما صرحليش بالكلام ده. وبعد ما غنى الكمام وما فيش يعني قتلت شكاير للفدان دي تعمل له ايه؟ طب خليك معايا الباشمهندس ابو عظيم هيرد عليك. سعادتك احنا بندي لمحصول شتوي واحد ومحصول صيفي واحد، لان ممكن يزرع عروتين ذره فبنديله لمحصول واحد. بيجي مقلع البطاطس بسرعه وهو خد مقررات البطاطس وعاوز ياخد للقمح، فاحنا بنديله لمحصول شتوي واحد. سمعت يا حاج علي؟ مفيش كلام يعني. بالنسبه للمقررات طبعا زي ما معاليك عارف ان البحوث طبعا. اساتذه البحوث احنا لازم نلتزم بالمقررات السماديه طبعا. الكلام ده للحاج علي وكل المزارعين على مستوى الجمهوريه، لان المقررات السماديه اللي احنا بنقول عليها دي على فكره نتيجه ابحاث. فبنقول انه مثلا بالنسبه للقمح 3 شكاير يوريا او 5 نطرات، ما تزودش عن كده، لان السماد اللي انت هتزوده مش هيجيب لك نتيجه، بل بالعكس ممكن يجيب نتيجه عكسية، بالإضافة إن دي تكاليف أعلى عليك. طيب يعني واضح إنه حضرتك دلوقتي بتقول لي حاجة عكسية، إنه المصنع ما بيرضاش يتعاقد. نعم. لأن ممكن المحصول مثلا يبقى سعره أعلى على من التعاقد، فالفلاح ما يوردش للمصنع. ممكن يبقى سعره أقل، المصنع يجيب من بره. طيب مش التعاقد ده، ما هو ده اهميه التعاقد، ما هو بيلزم الطرفين. احنا الحقيقه جبنا مستثمر بيصدر الباميه ويصدر التوم، اختار 5 قرى قعدناها مع مسؤولين رؤساء الوحدات، وان شاء الله هنكتب صيغه عقد يضمن الحق للمستثمر وللفلاح، ونأمل إن شاء الله إن احنا نعممها بإذن الله في محاصيل تانية. طيب بعد إذنك معانا محمد من الشرقية. قالوا رغم إن احنا معانا بني سويف لكن ماشي اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. والله عليك أنا بس بخصوص اللي هو الكارت الذكي، اللي هو بتاع الفاز ذكي اللي هو صرف الأسمدة حضرتك. بس احنا منتجين الوحدة من حاليا بنطلع بنصرف نحضر فنجان الكارت بتاعت الأسمدة. فأنا بسأل يعني الفلاحين بيجي يسألونا هو الكارت الذكي ده هيتفعل إمتى وهيشتغل إمتى؟ وهل لو الكارت دلوقتي اشتغل احنا كمنتجين وحدات هل يكون برضه موجودين في جنب لا؟ علي صوتك بس شويه واتكلم بهدوء اتفضل. انا بتكلم حضرتك بالنسبه للكارت الذكي اللي هو تمام، حضرتك عاوز تعرف هيشتغل امتى؟ هيشتغل امتى وهل احنا برضه هنحضر في الشرط بتاع الكارت الذكي ولا لا؟ هل احنا ايه؟ هنحضر برضه في جنب الشرط بتاعت الاسمده برضه في الكارت الذكي ده اشتغل ولا لا؟ هو حضرتك مالك ولا مستاجر ولا لا؟ احنا مندوبين وحده محليه حضرتك. مدير وحده؟ مندوبين وحده محليه بنحضر اللي جانا الصرف بتاعت الاسمده. هم لا ما هو بص اخ محمد، ما هو طبعا بعد ما يشتغل الكارت الذكي ما هو ما فيش بالنسبه للجان مش هيكون ليها دور. الكارت هيبقى يكون مع الفلاح، الفلاح عارف المقرر السمادي بتاعه، هيروح يحطه في المكنه. هو ليه مثلا 3 شكاير، صرف شكارتين يبقى فاضل له شكار، وهكذا زي الكارت بتاع التموين بالظبط. فدي وطبعا وطبعا يعني الفلاح هيكون مسؤول عن البيانات اللي هو ماليها في الكارت وعلى الاستماره اللي ملاها، واعتقد الاستمارات دلوقتي في جميع الجمعيات على مستوى الجمهوريه تم توزيع حوالي 6.5 مليون استماره. هتشتغل انت يعني على مستوى هتشتغل ان شاء الله يعني خلال عام 2017 باذن الله، يمكن على شهر يوليو القادم. طبعا الاستمارات دلوقتي في الجمعيات، وفي بعض الجمعيات انتهت من ملء الاستمارات وبتتراجع، وبعدين يبداوا في استخراج القيود القروض. فدي الحقيقه منظومه هي تاخد وقت شويه لكن هتبقى مريحه لجميع الاطراف.
أرد معليك بالنسبة لبني سويف. بالنسبة للكرت الذكي الحقيقة احنا انتهينا تماما من ترصيد 70% من الاستمارات تمام، وتم مراجعتها من قبل شركة التكنولوجيا العربية، وتم تسليمها يوم الحد لوزارة الانتاج الحربي، وهيتم استخراج الكروت تباعا. يعني ان شاء الله في 2017 قبل نهاية 2017 يكون الكرت تعمم على جميع إن شاء الله محافظات الجمهورية. في عيد الفلاح ده يتم تسليم الكرت للفلاحين بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب. يعني أنا أتمنى أن تكون، على فكرة أنا برضو دايما أقول باشمهندس أبو عظيم أنه أنا أتمنى يكون في كل محافظة ميزة نسبية. نعم. يعني مثلا نقول محافظة بني سويف تشتهر بزراعة النباتات الطبية والعطرية. تبقى المحافظة دي مشهورة بالنباتات الطبية والعطرية. وتعمل تعاقدات وتصدر، ده شيء جميل. محافظة تانية مثلا مشهورة بزراعة محصول آخر كده، أنا أتمنى. وده طبعا راجع للظروف البيئية ودرجات الحرارة في هذه المحافظة. يعني ياريت إن شاء الله بإذن الله. ده مهم جدا على فكرة. هيبقى حتى يعني لو حضرتك تبقى محافظة بني سويف مشهوره بالنباتات الطبيه العطريه، حضرتك بقى هتركز كل جهدك في النباتات الطبيه العطريه كندوات ارشاديه. نعم نعم. ونشرات كل ان شاء الله، وهيكون في النهايه الفلاح هو المستفيد. مفيش كلام يعني. مفيش أكيد. كلام ان شاء الله. طيب دكتور طارق، ننتقل الى الدواجن وانفلونزا الطيور، ايه الاخبار؟ بالنسبه لموضوع انفلونزا الطيور، انا عندي بني سويف حصل ثروه حيوانيه في يناير 2017 حوالي دواجن وبط وبز ورومي حوالي 2 مليون طائر، منها حوالي 1.25 مليون دواجن. الحمد لله. طبعا بالنسبه للامراض طبعا اللي بتهمني انفلونزا الطيور، هو المرض طبعا الاول يعتبر وبائي وبتنقل من حيوان الانسان او من دواجن الانسان، وبالتالي احنا بنعمل له ارشاد عليه، بنعمل له تحصينات. في شهر هذا الشهر شهر يناير في بؤره موجبه في قريه دمشيا، محافظه قريه دمشيا مركز بني سويف. تحليل المعمل في الدق هنا ايجابيه. حوالي هم كان 40 دواجن، يعني خدمنا مرة بعينات بعتناهم المعمل طلعت إيجابية، فعملنا تحصين H5N1 H5N1 وعملنا تحصين حلقي حوالين قطر 10 كيلو حوالين البقرة، والحمد لله مفيش أي حاجة نهائيا دلوقتي في محافظة بني سويف. احنا شغالين دلوقتي بنحصن الحضانات على مستوى المحافظة كلها. وانا برضو معايا هنا بيان برضو ممكن اقول لسيادتك عليه. يعني الحضانات احنا محصنين حضانات 40,054 دجاج، 7,019 بط، وز 1,427، روم 561، الجملة 49,061. ده حضانات. الطيور المحصنة حول البقرة حصلنا 566,642 دجاج، حصلنا بط 249,000، 587، أوز 50,949، رومي 27,732، الجملة 894,510 طائر. ودي لحد الآن يعني مجموع 943,000 يعتبر من 1.25 مليون حصانين انفلونزا طيور. 943,571 من 1.25 مليون. يعني قربتوا تنتهوا من تحصين من تحصين كل الدواجن على مستوى المحافظه. الحمد لله. يعني ده كان ده فتره من 1/7 ل 25/1، لكن الوضع مستقر. الوضع مستقر الحمد لله. احنا طبعا بنبعت فريق الكاوي في كل القرى وبناخد عينات شبه يوميه. اللي انا برجوه من معاليك ان انا كل يوم او يوم بعد يوم ببعت سياره الى القاهره للمعمل هنا لتحليل العينات انفلونزا طيور او جلد عقدي او حمق قلعي. انا عندي في بني سويف وفي كل المحافظات معمل تبع صحه الحيوان، معمل فيه حوالي 20
باحث دكتوراه و40 باحث ماجستير، لكن للاسف ما فيش معدات لتحليل هذه الفيروسات، فيش اجهزه. فانا بطالب من هذا البرنامج بان هذا المعامل في كل محافظه انها تحلل. طب ليه حضرتك ما تواصلتش مع تواصلت معالك مع راس الهيئه مدير معهد بحوث صحه الحيوان؟ تواصلت معهم كلهم عن طريق الخطابات وعن طريق المكالمات ومع السيد رئيس الهيئه واستاذ مهندس وزير محافظه بني سويف، وبعت هذه المشكله من سنتين ثلاثه على اساس ان انا كل يوم انا ببعت عينات وعايز فعلا العينات دي ابقى تجيلي سلبيه ولا ايجابيه، بستنى يومين ثلاثه قبل ما تجيلي على الفاكس، وبعدين مكلفه جدا ان انا كل يوم ابعت عربيه القاهره. طيب ده حضرتك بني سويف قريب من المحافظات الثانيه تعمل يعني انا فانا اتمنى واسيوط والمنيا واسيوط وسوهاج، اتمنى ان المعامل دي تزود بالاجهزه لتحليل الفيروسات دي. فعلا نقطه مهمه. معانا علي. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. تحياتي لحضرتك وللساده الضيوف. واحنا بنحيي سيادتك. بالنسبه للحته اللي اتكلم عنها الاستاذ المهندس وكيل الوزاره بخصوص صرف الاسمده بالكارت الذكي، انا عندي مساحتين، مساحه ملك ودي ليها كارت ذكي، وعندي مساحه ثانيه مستاجره من هيئه اوقاف الازهر، دي مش في الحيازه، مش داخل الحيازه، فعايز اعرف ازاي هيتم الصرف ليها بالكارت. انت رحت مليت الاستماره يا اخ علي؟ ايوه مليت. انت مليت على المساحه المحيزه؟ ايوه. الـ 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 يعني الحالات الاخرى سواء كان مستاجر او خلافه ده في المرحله الثانيه. طب في الفتره ديت يعني الصرف هيتم ولا هيبقى متوقف بالنسبه لل؟ لا اكيد هيكون ليها حل، ما تقلقش. خد بالك يا اخ علي، احنا بندي السماد، انت بندي السماد للمحصول للزرع، لكن هو طبعا تطبيق المنظومه على مراحل، علشان مهم جدا تدقيق البيانات، تدقيق البيانات. فيعني بادئين باصحاب الحيازات. صح يا باشمهندس؟ نعم نعم. بعد كده المراحل الحالات الاخرى سيتم ايضا تطبيقها مرحليا، بحيث ان كل واحد زارع هيكون معاه الكارت الذكي ايا كان وضعه بقى ان شاء الله. ماشي يا دكتور. بشكرك حاج علي. طيب عدد المزارع في بني سويف؟ طبعا المزارع المرخصه طبعا حضرتك يعني المفروض عندكم حصر ايضا. عندنا فوق 500 مزرعه في بني سويف غير مرخصه للاسف. وعندنا حوالي 38 مزرعه مرخصه. هذه المزارع يا دكتور طارق، 38 مزرعه مرخصه و500 غير مرخصه، مقام على ارض زراعيه بالمخالفه. يعني مخالفه مركبه، متعدي على الارض الزراعيه وفي نفس الوقت عامل مزرعه. وسعادتك بلغنا الرقابة الإدارية، والرقابة الإدارية مشكورة السنة اللي فاتت، طلعت عملت لجنة والطب البطري والزراعة وطلعوا لفوا عليها وشافوا. الموضوع عاوز بعد اجتماعي وعايز حلول كتيرة جدا جدا، ازاي المزارع دي تتشال. وطبعا احنا كطب بطري، انا كعضو في اللجنة، مستني اللجنة تعمل ايه على اساس ده قرار فوق. لا بس المهم جدا يا دكتور طارق، هل المزارع دي خارج السيطرة ولا تحت اشرافكم ولا؟ والله معظمها يعني تعليمات اللي هو ابراهيم محروس رئيس الهيئه عندنا بيبعت لنا خطابات دوريه ان المفروض المزارع تحت السيطره، وانا من واقع كمدير مديريه ببعت لكل مدير ادارات بقول كل مزرعه، كل خمس ست مزارع بقى في طبيب الوحده اللي في نطاقه المزارع يطلع يشوف ايه. معظم المزارع معظمها بتواظب على التحصيل، لان النهارده اللي اي واحد النهارده بيعمل مزرعه عاوز يبقى فيه هامش ربح، وبالتالي هو بيحصن فعلا. لكن الامان الحيوي ما عندوش الامان الحيوي الكافي. امان الحيوي يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي المفروض بني المزرعه، مزرعه مثلا كيلو او 500 متر، لا بتلقى في مزارع جنب بعضها، بتلقى مثلا مزرعه مثلا المفروض حولها سور، ما فيش سور، مزرعه مثلا المفروض من بره في مطهرات وعشان تتدخل عربيه، ما فيش. فالامان الحيوي ويكاد يكون منعم. ممكن نعرف الامان الحيوي ده يعني ايه للمشاهد كده؟ يعني تعريف بسيط. الامان الحيوي ده يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي بربي طيور، فعاوز اعمل لها مكان امن تعيش فيه. مكان الامن يعني ايه؟ يعني مكان بعيد عن الامراض تنتقل ليها، وبالتالي بحطها في مكان يكون بعيد عن الرياح، مكان بعيد عن اي امراض تجي لها من اي مزرعه ثانيه، دخول الافراد، دخول السيارات، التعامل، دي كلها لازم يكون صاحب المزرعه يعني عارفها
يكون سور حوالين المزرعه موجود مطهرات في مدخل الباب اللي هو بيدخل منه المزرعة. يعني نقدر نقول تعريف الامان الحيوي باختصار شديد هو الاحتياطات الواجب اتباعها لمنع دخول المرض. تمام، ايه رايك في التعريف ده؟ ده مش تعريف 10/10 طبعا. احنا بنعمل 1 2 3 خد بالك لمصلحتك. تمام، عشان المرض ما يدخلش اصلا عندك. تمام، ودي على فكرة زي ما احنا بنقول الوقاية خير من العلاج. يبقى احنا يا جماعة الامان الحيوي ده لمصلحتك انت مش لمصلحة الطب البيطري، وفي النهاية بيصب في مصلحة الثروة الحيوانية في مصر. على فكرة الامان الحيوي نتكلم عليه بصفة عامة سواء كان للحيوانات الكبيرة او للدواجن، مظبوط؟ احتياطات يجب اتباعها لمنع دخول المرض. برضو البدالة غير مرخصة دي علنية مش مرخصة، برضو المفروض ان احنا كطب بيطري يعني نرفع ايدنا عنها، لو مع ذلك الهيئه بتطالبنا ان احنا برضه دي تعليمات معالي الوزير. يا فندم دي تعليمات معالي الوزير ان احنا برضه تكون هذه المزارع تحت السيطره. لان في النهايه هي ثروه يعني لمصر. يعني من حوالي كده 7-8 شهور جت بقره في مزرعه صغننه حوالي مثلا 13,000 ولا حاجه، وفعلا نفقت، وفعلا بعتنا فريق من الهيئه ومن المديريه وطلعنا عملنا صفه تشريحيه وخدنا عينات وعدمنا الطيور وبعتنا ليهم وختمنا لهم الجوابات على اساس ان ياخدوا تعويض من اتحاد مربي الدواجن. يعني احنا برضو ما سبناهمش، ومع ذلك هم مخالفين، لكن برضو لان احنا خايفين ان المرض لو انتشر هيجي من بقر من هذه المزرعه لمزرعه ثانيه حكوميه او مزرعه مرخصه او غيرها او غيرها او غيرها. وانا دلوقتي بطل عمومه للمصلحه العامه للبلد. تمام، ما بقولش بقى ان دي مخالفه او مش مخالفه. لكن انا من واقع كمدير عام الطب البيطري انا اتمنى ان المزارع كلها تخدم الوضع. طيب معانا مختار. الو. السلام عليكم دكتور حامد. اهلا وسهلا بحضرتك. انا من مركز بني سويف. اهلا وسهلا بيك. من قريه اسمها بشن. اهلا وسهلا. ودلوقتي الدكتور اللي عندك بتاع البطر ده يقول لك احنا بنطعم وما بنطعمش وبنحصن وما بنحصنش. دلوقتي كده معاه اللي بيجي يحصنوا معاهم سرنج حديد بينغزوه البلد كلها، يبقى ازاي ده بيبقى كويس؟ لا ده لو بيحصل ما يبقاش كويس. هو ده اللي بيحصل بالظبط. خلاص ما يعني طب الدكتور طارق هيرد. يعني تقصد حضرتك ان هم بيستخدموا سرنجه واحده لكل الحيوانات. لكل الحيوانات. تمام. ميتنين. طيب انت ولا بينادوا في ميكروفون ولا بينادوا في بتاع. طيب اخ مختار بعد اذنك. حضرتك الموضوع ده حصل عندك؟ ايوه يا باشا. لا حصل عندك انت فعلا؟ ايه حصل. ايوه. طيب ما اتكلمتش ليه مع الطبيب اللي هو بيعمل هذا السلوك؟ قال لك هي شغل كده ما فيش حاجه كان ولا ما. بس الشيء الماضي. طيب خليك معايا الدكتور طارق هيرد عليك. وقبل ما تقفل تسيب بياناتك في الكنترول. اتفضل يا دكتور طارق. اولا وحده بشنه دي اول وحده عندي على مستوى المحافظه كلها. واحدة الدكتور بتاعها متفوق جدا جدا. هو كل وحدة تيجي معاها مشكلة يا دكتور طارق تقول لي ان الوحدة متفوقة وحاجة بتدي الطبيب شهادة تقدير. في بعض اشخاص يبقى هي مقصودة بقى ولا في بعض اشخاص يبقى في عداوة بينه وبين الطبيب نفسه. فبالتالي يجي في البرنامج. لا بس خليني في النقطة اللي بيقول عليها يجي في البرنامج ويظهر. لا بصرف النظر عن ويظهر يا مختار انت معايا؟ طيب قفل. طيب. لا انا معلش. طب هو دلوقتي بيقول سرجه واحده، هل هو التجا لطبيب الوحده؟ قال طب ما التجاش ليه من دور الاداره وقال له الكلام ده؟ طب ما التجاش ليه على الهوا اهو، ما التجاش ليه من دور المديريه وقال له الكلام ده؟ يا فندم احنا واثقين في حضرتك، واثقين في الكلام اللي حضرتك بتقوله. انا بس بسال سؤال، هل ده بيتم؟ يعني هي سرنجه واحده هتكفي القريه كلها؟ ما تتكسرش حتى؟ يا فندم انا بس يعني انا عاوز اجابه، انا عاوز اجابه، هل ده بيتم؟ طبعا لا ما بيتمش. طبعا لا. طيب ولو بيتم؟ لا ولو لا مش ولو بيتم. خلوه لو بيتم اللي هو قال، نفترض هو كلامه مظبوط لو بيتم. لا انا مش. طب ما عملش شكوى ليه لمدير الاداره البيطريه؟ فندم انا واخد كلامك بمنتهى الثقه. هل ده بيتم؟ طبعا لا. طبعا لا. طب هل ده بيتم مع المربي الواحد؟ يعني حضرتك انا داخل للمربي احصن المواشي بتاعته، بحصنها بسرنجه واحده؟ لو 4-5 مواشي وظاهريا المواشي بتاعته سليمه ممكن يحصنها بسرنجه واحده.
مفيش اي مشكله خالص، بياخد السرنجه يحطها في مطهر وياخد ويسحب تاني اللقاح ويحصنه. هل ده كافي موضوع ان انا احط السرنجه في مطهر انه يقضي على الفيروس؟ كافي. طب مش ممكن ان الحيوان يكون حامل للفيروس وهو في فتره الحضانه؟ فتره الحضانه يعني ايه؟ حامل للفيروس ولم تظهر عليه الاعراض، مش ده كلام علمي؟ تمام. طب ما انا ممكن لو عملت كده يبقى انا قاعد الحيوانات. لا ما هو طالما الحيوان حرارته مش عاليه يبقى انا ما لم تظهر عليه الاعراض يا دكتور. انا بحصنه. ما انا انا ما حصنش طيب الحيوان. الو هنرجع تاني النقطه دي. معانا محمد. الو. ايوه يا فندم. اتفضل. انا قاعد متابع الحلقه بتاع حضرتك انت ومدير الطب البيطري ومدير ووكيل وزاره الزراعه. في اخ اتصل من شويه من قريه بيشنه، طبعا عارفها من بني عفان وهو من بيشنه. اللي بيقوله ده ما بيحصلش اصلا عندنا احنا في بني عفان. بس واقف وشايف اللجنه معهم اكتر من سرنجه بيحقنوا بيها، وهو لما زعلان بيقول سرنجه واحده، طب ما يجيب سرنجه هو بنفسه. ما احنا لسه هنكمل الموضوع يا محمد. يا اقلب السرنجه دي. طيب تمام. طب بشكرك يا محمد، بشكرك انك انت يعني بترد، لكن احنا برضو خد بالك يعني احنا ما عندناش اي مانع ان احنا نحقق في اي شكوى على الهواء. فدلوقتي انا بحصل الحيوان ظهريا السليم، يعني انا المفروض دلوقتي طالما الحيوان بياكل ويشرب وتمام تمام بحصنه، حيوان ممتنع عن الاكل وبعرف انه مريض ده ما بحصنهوش. سواء عنده اي مرض بقى باطني مثلا جراحه اي حاجه اي مرض اي ماشي. احنا خلينا بس في موضوع السرنجه. الموضوع السرنجه ده يعني مهم، ويمكن انا فتحته من زمان، يمكن اول واحد اتكلم في الموضوع ده انه يا جماعه الكلام ده ما ينفعش. وكان يعني الزملاء مديري مديريات الطب البيطري اللي بيكونوا معايا في البرنامج يقول لك احنا بنغلي وبتاع والكلام ده، طبعا الكلام ده عفى عليه الزمن. هو في غلايه اولا لا الكلام ده اولا يا دكتور في حاجتين. اولا طبعا القريه فيها 1000 ولا 2000 بقره او جاموس، مش معقول ان استخدم 2000 سرنج. ما بتحصلش. لا ما انا في حلول ثانيه اضطر بعد اذنك. انا عندي غلايه. اولا اللجنه، اي لجنه تحصين، اي لجنه تحصين يبقى في غلايه موجوده في لجنه التحصين. مفتش اللي بيمر على زي اللجان اول حاجه بتشوف حاجتين. الغلايه شغاله ولا مش شغاله؟ الغلايه بالكهرباء؟ بكهرباء. حضرتك وانت في القريه الكهرباء قطعت؟ بيشغلها ب ب وابره صغير كده تحت منها. يا دكتور طارق. والله يا دكتور طارق انا مصدقك، بس احنا خلينا نتكلم على الاهليه. الحاجه الثانيه يا فندم، السرنجه دي ثمنها كام؟ السرنجه دي ثمنها من جنيه ونص ل2 جنيه. ده كلام. ده كلام. يعني انا بتكلم على سرنجه ثمنها يا سيدي لا خليها 3 جنيه. اما الفايبر جلاس ب 20 و22 جنيه. لا احنا بتكلم ازاز. انا بتكلم على سرنجه اللي هي الديسبوسبل اللي هي استخدام مره واحده. مره واحده دي ثمنها كام؟ ما هو ما ينفعش مره واحده. دي بلاستيك. يعني ايه ما ينفعش مره واحده؟ البلاستيك دي ما تنفعش مره، سنها طويل. انا اللي بحصل بقى الحمى القلعيه دي فايبر جلاس وسنها صغير، ودي لازم بحطها في الغلايه عشان تغلي السن فيها يموت المكروه، وباخد غيرها وحص. لكن بالسرنجه اللي هي بتدي للعلاج دي غير السرنجه بتاع التحصين. يعني سرنجه التحصين ثمنها سرنجه التحصين بتعملها 20 22 جنيه فايبر جلاس. دي يبقى ازاز من 2 ل 3 سم، وسن بتاعها بيكون حوالي من سنتي لسنتي ونص. بيدخل في تحت الجلد. تحت الجلد. تحت الجلد مش بيدخل في العضل. وبالتالي هو اربع خمس سرنجات بيحطهم في الغلايه، ياخد الواحده بيحصن بيها، طالما حصن دي بيحطها وياخد غيرها. وهكذا. والله بص يا دكتور طارق، حتى لو ثمنها 20 جنيه، قلت ثمنها 25 جنيه. مين اللي هيدفع؟ مين اللي هيدفع دكتور 20 و25 جنيه؟ ده الفلاح يا باشا مش قادر يدفع 10 جنيه ونص التحصين يا دكتور. اديني فرصه. الفلاح. اديني فرصه. انا في النهايه بحمي حيوان ثمنه كام؟ بيصل 30,000 دلوقتي. طب سيادتك انا هستخدم يعني كلام مش انا دلوقتي يا دكتور هستخدم دلوقتي يا فندم مش بقول لحضرتك ل 1000 ب 1000 وقعر يا دكتور طارق 1000 سرنجه ب 20,000 جنيه في يوم يا دكتور طارق اديني فرصه اديني فرصه اتكلم انا مش بقول لحضرتك تتحمل ولا الهيئه تتحمل ولا الوزاره ولا الحكومه لان احنا عارفين الوضع طبعا لو في امكانيه لو الظروف تسمح لو وضعنا الاقتصادي يسمح مش هنبخل ابدا على الفلاح يا ريت لان احنا بنحمي ثروتنا الحيوانيه يا ريت انا بقول الوعي البيطري بقى فين؟ انا اخلي الفلاح يجيب السرنجه دي، ايه المشكله؟
ما يجيبهاش يا فندم، ما يجيبهاش يا بيه يا فندم. اقول لسيادتك ليه يا دكتور، اقول لسيادتك يا دكتور ليه. طب بس سيبني سيادتك اتكلم برده في البرنامج اتكلم. اتفضل. النهارده احنا بنحصن بمقابل مادي. طيب الوحدة عشان يحصن النهارده ب 10 جنيه ونص حمى قلعيه بيعان الامرين عشان يدفع 10 جنيه ونص يحصل حمى قلعيه. ابوه يجيب سرنجه فيبر كلاس، ما هو الكلام ده ب 22 جنيه. ما هو الكلام ده طبعا مش المفروض يبقى موجود. لا موجود يا فندم. النهارده قرار. طيب قرار. خلينا نستكمل الحديث عن النقطه دي لان هي نقطه مهمه الحقيقه وجوهريه ايضا. التحصيل بمقابل ماده بقرارات الجمهوريه. ما يا فندم ما انا عارف، ما انا عارف. نستكمل الحديث عن النقطه دي لان هي نقطه مهمه جدا في محاوله يعني السيطره على هذا المرض، ولكن اعزائي المشاهدين بعد هذا الفصل. ارحب بحضراتكم اعزائي المشاهدين بعد هذا الفصل ونستكمل الحديث. الحقيقه نقطه جوهريه هو موضوع السرنجات اللي بيتم التحصين بيها. طبعا دكتور طارق قبل الفاصل بيقول صعب لان السرنجه اللي بيتم تحصين الحمى القلعيه بيها سرنجه يعني سعرها مرتفع يصل 22 جنيه. مظبوط؟ تمام يا فندم. انا افترض انه 25 جنيه. افترض انه يعني هقول ايه؟ ان الحيوان تكلفه تحصينه في السنه 50 جنيه. انا هفترض كده. هل المبلغ ده مبلغ كبير؟ انا بس عاوز المزارع يكون معايا. هل المبلغ ده مبلغ كبير؟ لا 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 بسيط. ان انا بحمي حيوان ثمنه من 25,000 ل 30,000 جنيه. بكام؟ ب 50 جنيه في السنه، صح ولا لا؟ تمام. يعني المربي لو عنده خمس حيوانات هيجيب خمس سرنجات، صح ولا لا؟ تمام. الخمس سرنجات يقعدوا معاه السنه يقعدوا سنه التحصينيه. يعود. صح ولا لا؟ يقعدوا سنه ويبقى عارف حتى يرقم السرنجات نفسها. السرنجة رقم واحد للحيوان الفلاني. وده يتعلم وسهل جدا. في صعوبة؟ لا فيش. فيش صعوبة. صعوبة. طبيب البيطري يجي اقول له اتفضل انا مش عاوز سرنجات من عندك خالص. نعم. ادي السرنجات بتاعتي. تمام. واعمل امان لنفسي. ما هو ده يا جماعة احنا بنتكلم على الامان الحيوي. ما هو ده يعني من ضمن الامان الحيوي. انا بحمي الحيوانات بتاعتي. يبقى انا مطمئن ان سرنجاتي هي اللي انا بستعملها للحيوانات بتاعتي. الكلام ده صعب. ما احنا برضو يا جماعة لازم نتعاون كلنا مع بعض، تكون ايدينا في ايدين بعض. ما نرميش كل العبء على الوزارة، ما نرميش كل العبء على الحكومة، لان هتجيب منين؟ وانا في النهاية بحمي نفسي. وبدل ما تحصل عندي المشكلة واجيب طبيب بيطري من خارج الوحدة ويعني ويكلفني الشيء الفلاني وممكن العلاج يكون غلط وفي النهاية يحصل نفوق للحيوانات بتاعتي زي ما حصل في بعض المحافظات وحصلت مشاكل كبيره وبعدين اتضح انه معلش المزارع او المربي سلك سلوك خاطئ. ليه انا بحمي الحيوان بتاعي ب 50 جنيه؟ افترض انه 50 جنيه رغم ان هو اقل، صح ولا لا؟ تمام. لكن هفترض انه 50 جنيه داخل فيها ثمن التحصين وثمن السرنج وثمن السرنجه. ده صعب. ده مبلغ كبير في السنه. في السنه العملية مش صعبة. عاوزين نتعاون كلنا جماعة مع بعض. طبعا احنا عارفين الامكانيات اللي فيها الدولة، الامكانيات المتاحة لنا كوزارة وكهيئة عملية برضو. لكن لو متاح احنا مش هنبخل اطلاقا على المزارع، مش هنبخل اطلاقا على المربي، لكن المطلوب ان احنا نتعاون جميعا. بدل ما محمد يشتكي ويقول كذا وكذا والوضع ده، علي موضوع السرنجة هو عنده حق. بس يا علي ما احنا كل واحد بقى يعني يبقى امام مسؤولياته. احنا نتحمل شويه، نشيل شويه مع الوزاره مع الحكومه، مفيش مانع. بالذات ان التكلفه مش عاليه على الاطلاق خالص. احنا بنتكلم في 50 جنيه كل سنه يا جماعه. 50. لكن لما يقول الدكتور طارق ان حتى التحصين اللي هو بيتكلف 10 جنيه المزارع بيبقى مش عاوز يدفعها، ده كلام ما ينفعش. ارجوكوا ده كلام ما ينفعش. وان كنت انا ايضا بحمل المسؤوليه لمديريه الطب البيطري، لان ده راجع لعدم الوعي الارشادي اللي المفروض المديريه تقوم بيه. لازم اقنع المربي باي شكل من الاشكال، واعتقد المربي لما توصل له المعلومه دي ان انا بحمي الحيوان بتاعك اللي 38,000 ب 50 جنيه في السنه، اعتقد مش هيكون عنده اي مانع. ايه راي حضرتك في هذا الكلام؟ تمام يا دكتور.
يعني احنا برضو يا دكتور طارق مش عاوزين نحمل كل حاجه على الهيئه وكل حاجه على المدير، لان انا عارف الامكانيات، انا عارف الامكانيات. لازم المربي بقى ده دوركم يعني نحاول بشتى الوسائل ان احنا نقنع المربي بهذا الكلام. اه دي مشكله نتخلص منها ازاي؟ كل مربي يبقى عنده السرنجات بتاعته، صح؟ يا ريت يا باشا الكلام ده يسمع في برنامج على الهواء وقتي يا فندم. يا ريت، وانا اتمنى من كل اهالي في القرى. صدقني انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، الجلسه الطبي يقول انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، انا لو في ندوه هقنع كل المزارعين بكده والله، اقنعهم واخليهم يجيبوا السرنجات على حسابهم، اقنعهم. خد بالك احنا بس المربي يعني يجد الجديه ويجد ان احنا واقفين معاه، بالعكس هيتعاون، يتعاون ما عندوش اي مشكله على الاطلاق ان شاء الله. بالذات الموضوع مش مكلف، يعني احنا بنتكلم في كلام فاضي. نرجع تاني لانفلونزا الطيور، وحضرتك طمنتني ايضا ان ما فيش اي مشكله. الحمد لله الوضع عندنا في المحافظه مستقر، وطبعا احنا على الهواء، واي حد عنده مشكله لا الحمد لله فعلا ما فيش يتكلم يقول اذا كان في مزارع مثلا. بالعكس الناس اللي اتصلت يعني حتى بتتكلم حاجات شكليات بعيد عن الامراض يعني. تمام تمام الحمد لله الوضع مطمن. والله انا ده كان انا حصنت اهوت عدد كبير جدا من الطيور، وان شاء الله تباعا برضو بنحصل لغايه ما كل الطيور طبعا ما تتحصل. طب التربيه المنزليه اخبارها ايه؟ التربيه المنزليه سلوك الشعب المصري لازما برضو ايه بيرب مع برضو مع الارشاد، ونقول برضو ان في مكان بعيد عن الاطفال، وان مكان بعيد عن مكان الاعاشه، ومع ذلك برضو في ناس بتستجيب وفي ناس ما بتستجيبش. يعني لو ان التربيه المنزليه هي دلوقتي الاكثر في يعني مثلا المزارع فيها حيوانات هتكون اقل من التربيه المنزليه كمان. التربيه المنزليه هي المنتشره عندنا في القرى. التربيه المنزليه هي اساس الثروه الحيوانيه في مصر في القرى ومع ذلك الحمد لله برضو ان الطبيب بيتنقل من بيت لبيت ويحصل له. يعني الطبيب بيتنقل من وعامل شقه جدا جدا، لكن برضه انا عارف ان الموضوع شق، لكن ده واجبنا يا استاذ طارق. بيدخل جوه البيت وبيقعد جوه في البيت وبيخلي يقول للمربيه هات الدوج اللي عندك وبيحصنها، وبيطلع البيت تاني وبيشتغل يعني بجهاد، لكن طبعا في استجابه؟ لا بالنسبه للتحصين فانز الطيور استجابه عايز اقول لك استجابه 100%. طيب تمام تمام. نسبة النفوق حضرتك قلت لي في بعض المزارع تم نفوق، كان السنة اللي فاتت. السنة دي مفيش. السنة دي مفيش الحمد لله نهائي مفيش. طب دي أخبار كويسة، دي أخبار كويسة. باشمهندس أبو عظيم أرجع بقى لملف مهم وهو التعدي على الأراضي الزراعية. بالأخبار الحقيقة التعدي على الأرض الزراعية وإن كان فيه بعض القنوات الغير مسؤولة اللي عمالة تغني في موضوع المصالحة، ده عمل شره لدى المواطن الحقيقه. لا يعني اسمح لي بس يعني نصلح النقطه ديت، مش القنوات اللي بتغني، مش القنوات بتقول، يعني مجلس النواب هو طرح الفكره، وبالتالي بيكونوا موجودين ضيوف في البرامج وبيعرضوها. هو معاليك طبعا عمل شره لدى المواطن الحقيقه بالنسبه للتعدي على الارض الزراعيه. اخر احصائيه من 1/1 لحد النهارده 2071 حاله تعدي، زلنا 368 ازاله فوريه. وطبعا لا بمساحه قد ايه؟ انا بصرف النظر عن عدد الحالات، من المساحه؟ المساحات يعني تتراوح من ايراد لايراد. اجمالي المساحه التي تم التعدي عليها. اجمالي المساحه اشوفها المعاليك يعني من 25 يناير. نعم اشوفها المعاليك. او ما فيش داعي من 25 يناير 2011 حتى نتكلم على من 1 يناير. أنا بقول من 1 يناير. طيب أنا بقول من 1 يناير. تمام من 1 يناير. نعم من 1 يناير 2017. بمساحة المساحة بالضبط 80 فدان وثلاث أريض وسهمين. 80 فدان ده. نعم. ده احنا بنتكلم في شهر يا جماعة. نعم نعم في شهر وكم يوم. نعم 80 فدان. الحقيقة معالي المحافظ كتير استصدر قرار استلمناه امبارح للتدخل السريع لإزالة حالات التعدي على الأرض الزراعية بالنسبة للأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وطلب تدخل القوات المسلحة والشرطة، وشكل لجنة أنا عضو فيها، وإن شاء الله إن شاء الله تكون بارقة أمل في إزالة أي تعديات يعني بإذن الله. يعني هتبدأوا بسرعة إن شاء الله بإذن الله.
يعني القرار استصدر ومعالي السيد المحافظ امبارح واستلمناه امبارح. بس ده متأخر قوي يا باشمهندس عبد العظيم يعني. معلش ما القرار ده كان المفروض يبقى من زمان يعني. هو تعدي من دلوقتي ولا من شهر يناير ولا من شهر 12 ولا يعني ما هو موجود. يعني الحقيقة ما لا نقلوا جهد في محضر إثبات الحالة وتسليمه. برضو قراراتنا متأخرة. معلش برضو يعني القرار ده نأمل يعني ده كان يعني المحافظين طبعا ليهم سلطات إن هم ياخدوا قرارات سريعة من أجل الصالح العام. وإحنا بنتكلم على موضوع التعدي على الأراضي الزراعية يا جماعة دي مسألة أمن قومي. بنتكلم على الأمن الغذائي المصري. ده موضوع أمن قومي ما فيهوش فصال. فالمحافظ يجب أن يتخذ ما يراه وبمنتهى السرعة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة. أنا بقول أهو الظاهرة الخطيرة اللي ليها تأثير خطير على الأجيال القادمة. ده احنا يا جماعة عندنا مشكلة في المحاصيل الاستراتيجية كلها. وعمالين بنجري ونستصلح أرض هنا وهنا وطبعا داخلين على 1.5 مليون فدان وإحنا بنستقطع وبنتعدى على أجود الأراضي الزراعية في مصر. هو ده كلام منطقي يا جماعة. أجود أنواع ده كلام منطقي. وبعدين نشتكي نقول الأسعار غالية وكذا وفي عجز في القمح وفي عجز في الذرة الصفراء وعجز في فول الصويا ومحاصيل الأعلاف والمحاصيل الزيتية وعمالين بنتعدى على الأراضي الزراعية. هو إحنا ماشيين عكس الاتجاه؟ هو ده ينفع؟ ما لازم يا جماعة بقى المواطن يكون عنده وعي. معلش اسمحوا لي ما حدش يزعل مني. لازم المواطن نفسه يكون عنده حس وطني. خد بالك اللي انت بتعمله ده غلط. ازاي بعد كده مش هيبقى في مشكله في اكلنا؟ بقول لكم بصراحه هيبقى في مشكله في اكلنا وبالذات في الاجيال القادمه. لا شك. فالمحافظ لازم ياخد كل محافظ ياخد قرارات سريعه وجريئه من اجل الحفاظ على الرقعة الزراعيه. يعني لما نتكلم على 80 فدان في شهر طب وبعدين اتزال منهم قد ايه؟ اتزال منهم بتاع زي ما قلت المعاليك 2368 حاله. لا انا كمساحه سيبك من الحالات. المساحه المساحه 16 فدان و12 ده. طب ده كلام يرد. نسبه يعني نسبه بسيطه حوالي يعني ايه حوالي 15%. نعم صح ولا لا؟ 15%. كم 16 فدان؟ 16 من 80 حوالي 25%. حوالي بتاع 25% او 25% كلام طبعا. هو معاليك برضه نامل من هذا المنبر الزراعي الهام ان زي ما نعامل شرطه مسطحات لمحلات المبيدات المخالفه محلات الاعلاف المخالفه تبقى فيه شرطه حمايه اراضي خاصة بحماية الأراضي. نأمل والطب البطري وقف هذه الكارثة. ما هتبقى للزراعة بصفة عامة يعني. نعم. معلش ما هو في شرطة للمواصلات وشرطة للنقل. نعم. وشرطة للمصنفات الفنية. نعم. في شرطة للزراعة. احنا أولى فعلا واحنا بالنادي بالكلام ده قلنا الكلام ده. بس ده بقى دور مجلس النواب محتاجين برضو مجلس النواب يتحرك ويساعدنا في هذا الاتجاه. ده دورهم لكن لحين لما يكون في شرطة خاصة بالزراعة ولحين لما يكون فيه ضبطيه قضائيه للمهندس الزراعي اللي بيفتش على المبيدات واللي والطبيب البيطري ايضا اللي بيراقب والضبطيات. نعم. لحين ما ده يتحقق احنا محتاجين تدخل سريع. نعم نعم. لان احنا مش هنستنى 80 فدان تم ازاله 25 فدان ده كلام مش مظبوط يعني. طيب يعني اللجان دي هيتم تفعيلها من امتى؟ ان شاء الله باذن الله من تاريخ ما استلمنا. انتوا استلمتوه امس؟ امبارح. نعم. يعني من باكر يتم تفعيل هذه اللجان ان شاء الله باذن الله. ضروري جدا. وعلى سريع. فكره لو اللجنه تدخلت تدخل سريع والمزارع لقى ده اعتقد هيكون لها دور في معاليك امبارح في حصر هذه الظاهره. كان تم تقسيم فدان في قريه الضبعنه في بيبه. تقسيم فدان تماما. تدخلنا فورا وزلنا والوحدة المحلية شالت البلوك أثار التعديات يعني. ده موضوع تقسيم بقى خدوا بالكم علشان برضو ما يقال من إن طب الفلاح هيعمل إيه؟ طب ما أولاده عاوزين يتجوزوا. طب ما هو عاوز يتوسع هيعمل إيه؟ لا أهو بنتكلم في تقسيم فدان. تقسيم فدان تقسيم لأن مافيا الأراضي يا جماعة دخلوا في هذا الموضوع بقوة. نعم. خلاص بقى يعني لأن طبعا موضوع مربح جدا يعني وأسعار خرافية. نعم. يعني أنا أتمنى أن الموضوع ده إن شاء الله إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله يعني
يكون في باذن الله يكون تكون اجراءات حاسمه وتقول لي نسبه التعدي معدل صفر معدل الازاله ان شاء الله تكون صفر باذن الله باذن الله يعني إن شاء الله. إن شاء الله. ماذا بقى عن دوركم في الرقابة على المصنعات، اللحوم، المحلات، يعني لأن ده معلش ده قدرنا يا دكتور طارق وده قدر الطبيب البيطري، وأنا بقول الطبيب البيطري هو صمام الأمان رقم واحد للحفاظ على صحة المواطن المصري. طيب أنا سألتك أتكلم عليه بس في آخر فترة ما طلب من البرنامج أطلبها برضه يعني من معليك. اتفضل. أول حاجة الحمد لله اللي عندنا طبعا إدارة المجازر عندي في المديرية فيها قسم التفتيش على اللحوم. القسم ده طبعا معني نفتش على اللحوم على في بندر بن سويف وباقي الادارات كل في ادارته بايه بيفتش في نطاقه. طبعا لا اخفى عليك ان بحث التموين هي واحده فقط على مستوى المحافظه فقط. اثنين ضباط فقط على مستوى المحافظه هم بحث التموين المحافظ. وبالتالي احنا كاطباء بيطريين نتمنى احنا كل يوم نعمل ضبطيات لحوم، لكن طبعا ما بنقدرش كل يوم نعمل حملات على اساس الحاله الامنيه مش موجوده معانا. وبالتالي كل ما بحث تموين ما بتطلب مننا ان احنا يطلع معاها اطباء من المجازر بنطلع معاهم ونعمل ضبطيات كتيره جدا. والحمد لله في الايام الاخيره دي الرقابه الاداريه بنفسها الرقابه الاداريه أيوة. نفسها تتصل بي شخصيا يوم بعد يوم وتقول لي يا دكتور طارق انا عايز اثنين اطباء بيطريين يطلعوا معانا يعملوا حمله تفتيش على اللحوم. طب حضرتك عاوز ايه بقى؟ يبقى مفيش مشكله. ما انا برضو بالنسبه انا بقى اتمنى ايه؟ يعني اتمنى مش عاوزين نقول الحالات الامنيه بتاع الرقابه الاداريه بتتصل بيك تقول لك تعالى اتمنى يا دكتور ايه بقى؟ اتمنى أيوة. حاجه بقى من هذا البرنامج ان يبقى في كل مركز مباحث تمويل مش واحده بس في المحافظه، يعني كل مركز فيه اسم شرطه يبقى تبع مباحث تمويل، يبقى كل مدير اداره بيطريه او زراعيه مثلا عاوز يعمل تفتيش يبقى معاه مباحث تموين من هذه المركز. يبقى بيشيل العبء عن مباحث تموين المحافظه كلها. اثنين ضباط على مستوى المحافظه كلها معنيين بالامر، امر صعب عليهم جدا. لكن الحمد لله احنا في شهر واحد. طيب قبل ما حضرتك تقول لي الاحصائيات معانا ياسر. الو وطي التلفزيون يا ياسر. يا استاذ انا عاوز اشكر اكلم الدكتور طارق الوكيل. اتفضل حضرتك هو سامعك. والله انا عاوز اشكر الدكتور طارق الوكيل على عمليه التحصين اللي بتتم في مركز ناصر. الدكاتره البيطريين بيلفوا علينا في الغيطان وفي البيوت وبيقوموا بتحصين الحمد لله البهايم بدون اي مقابل. ونشكر نحب نشكر الدكتور احمد الجبائي يعني مساهم في تسهيل العمليه واي حد بيروح للوحده بييسر الامور وما بيقابلش اي مشاكل مع حد. طيب وانا بشكرك والله يا ياسر. طيب في تعاون فعلا من المزارعين من المربين مع الطب البيطري؟ المزارعين في تعاون في تنسيق بين كل حاجه، يعني مثلا النهارده موجودين في مكان معين، النهارده في قريه الشناويه، بكره في قريه الصحه، بكره في تنديل، وبيلف على كل الناس والعمليه يعني. يعني في استجابه في استجابه من المزارعين؟ ايوه المزارع ما حاجه في مصلحه المزارع، اما تيجي تحصل له بيمشي لحد عنده مية. تمام. انت طبعا بتقول التحصين بدون مقابل، بس التحصين الدوري بمقابل. هو مقابل يعتبر يعني زاد يعني بالنسبه. برافو عليك. يعني انت بتقول بدون مقابل على اساس ان المقابل اصلا مبلغ بسيط جدا. والله انا بحييك يا ياسر. طب خليك معايا بس هتناقش ياسر. وطي التلفزيون يا ياسر بس عشان والله يعني طب ياسر ياسر خليك معايا وطي التلفزيون عشان انا عاوز اتكلم معاك دقيقه. وطي التلفزيون وطي يعني. التلفزيون بعد اذنك. بالنسبه لموضوع السرنجات، هل في مانع ان المزارع يجيب السرنجه اللي بيحصن بيها الحيوان بتاعه؟ ياسر معايا؟ قطعت. ياسر سامعني؟ يبدو ان ياسر خرج. انا كنت عاوز اتحاور مع ياسر في الموضوع ده ونعمل كده زي يعني حلقه ارشاديه ونقنعه ويقتنع على الهوا ان الموضوع مش صعب، ان كل مزارع يكون عنده السرنج. يا ياسر ايوه معاك. مش عيد السؤال تاني لو سمحت. نعم اعيد السؤال. طيب بقول لك يا ياسر طبعا هل في مانع ان المزارع يجيب السرنجه
الخاصة بالحيوان بتاعه اللي بيتم التحصين بيها على حسابه. بس يعني ما يعني السرنج كلها بجنيه يعني ما فيهاش حاجة؟ لا 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 لا، سيبك من السرنجة أم جنيه، لأنه الدكتور طارق بيقول السرنجة الخاصة بالتحصين الحمى القلاعية حوالي 22 جنيه. حوالي 22 جنيه. فيبر جلاس. هل في مانع ان انا اجيب السرنجه دي اللي ثمنها 22 جنيه تقعد معايا سنه بالكامل؟ يا باشا عادي، يا جت على السرنجه، اما العالم دلوقتي بتحل السجاير ب 25 جنيه وكل حاجه، يعني المفروض يبقى في تعاون وفي تنسيق. انا مش عاوز اقول، مش عاوز اجيب سيره التدخين والبتاع في الحلقه، يعني مش عاوز اقول علبه السجاير بكام. يعني هل في مانع وابقى انا مطمئن على الحيوانات بتاعتي وان السرنجه دي بتاعتي وخاصة بالحيوان، حتى لو أنا عندي خمس حيوانات، لو عندي خمس روس أجيب خمس سرنجات، فيها مشكلة؟ هي بس مجرد إن في ثقة بيننا وبين الدكتور اللي بيجي حسن. أنا بشكرك ياسر، أنا بشكرك ياسر، بشكرك جدا ياسر. كده ياسر بصراحة يعني حط الكرة في ملعب في ملعبنا إحنا بقى. معلش، هو الراجل اهو ما عندوش ايمانه، صح ولا لا؟ بيقول طالما في ثقه بيني وبين الطبيب انا هعمل اللي هو عاوزه. تمام، ده هو قال جمله مهمه جدا. تمام، حط ياسر، حط الكره في ملعبه. نقدر نقوم بحملات من بكره، بحملات ونقنع المزارع ونقنع المربي اللي يجيب هو يجيب سرنجه، يجيب سرنجه وبيها ويجي حصن بيها تحت امره. يا فندم مش كلام، انا اقنعه اقول له خد بالك ايه اهميه ده، انا بحمل الحيوان بتاعك اللي 38000 جنيه ب 50 جنيه في السنه، دي صعبه؟ زي ما ياسر بيقول علبه السجاير بكام يعني، وده طبعا يعني ما دي حاجه مش صح. اقنعه، مش صعب انه يقتنع، اهو اقتنع على الهوا، قال انا طالما في ثقه في الطبيب اللي بيجي لي اللي هو هيقوله انا هعمله. تمام، في اكتر من كده معانا. عبد العظيم، الو. يا باشمهندس اتفضل يا حاج عبد العظيم. رأفت من بلشيه. أهلا وسهلا، تفضل. الأستاذ عبد العزيز، عايز بكلم باشمهندس، عندي حتة جنبيها المباني، جنبيها شارع ومش عارفين نزرعها، لا عارفين نعمل لها صورة ولا عارفين نزرعها. فين؟ فين يا عبد العظيم؟ في قرية نزل خلف تبع هناسي. يا هناسي، طيب حاضر. رأفت معاك، رأفت من بلشيه، نزل خلف تبع هناسي، جنبيها شارع. أهلا وسهلا. مش عارفين نزرعها. نعم؟ مش عارف تزرعها ليه؟ جنبيها شارع. والشارع كده وهي اللي هي اللي طلعت في خدون في الحيز العمراني الجديد، ولا هي اللي عارفين نعمل لها صور ولا اي حاجه طبعا، جنبها شارع بالظبط. طب انت عاوز ايه؟ عاوز تزرعها ولا عاوز تعمل ايه بالظبط؟ احنا عايزين نشوفها حل، احنا مش عارفين نزرعها اصلا. ايوه خليك صريح معايا، يعني انت عاوز ايه بالظبط؟ احنا والله مش عارفين، احنا احترنا. طيب عاوز تزرعها ولا تدورها يعني؟ طيب ما انا بسالك اهو. طيب سيب بياناتك والباشمهندس ابو عظيم هيتواصل معاك ويشوف لك حل للقصة. بعد إذنك أرد عليه يعني. يا رأفت. طيب خلاص رأفت خرج. طيب يعني خلاص. ممكن ترد عليه. أنا ممكن أرد عليه. بس يتوجه لمدير الإدارة الزراعية بإهناسية ويطلب ترخيص لسوق. أمر بسيط جدا يعني. يتعمل له ملف ومعاينة وبيعينوه من المديرية ويصدر له ترخيص لسور لحماية الأرض الزراعية. دون أدنى مشكلة يعني. بس هو طبعا ترخيص لسور ايه، مباني ولا لا؟ سلك. سلك سلك. ايوه عشان نوضح بس، ترخيص عشان موضوع السور ده عامل مشاكل. ترخيص السور يا اخوانا ترخيص سلك شائك طبقا للقرار 615 والمعدل ب 1919. عموما برضو حضرتك تاخد بياناته وتشوف المشكله ان شاء الله باذن الله. لو عنده مشكله في الارض وعاوز يزرعها نشوف نزرعها ان شاء الله باذن الله. طيب نستكمل الحديث على الرقابه. عشان ما عنديش وقت. الرقابه الحمد لله في شهر واحد ضبطنا كميات اللحوم المضبوطه. طبعا في لحوم صالحه وفي لحوم غير صالحه. صالحه مذبوحه خارج المجازر وغير صالحه مذبوحه خارج المجازر. الشهر ده اللحوم الصالحه اللي احنا للطب البيطري وبحث التموين مسكتها 486 كيلو لحمه صالحه. غير صالح لحوم مصنعه 50 كيلو، كبدة 30 كيلو، لحوم 50 كيلو، دواجن 300 دجاجة، أسماك 35، أحشاء 5. عملنا محاضر، صالح 27 محضر، غير صالح 15 محضر، يبقى 42 محضر. إيه مظاهر عدم صلاحيتها يا دكتور طارق؟
طبعا انا برضو عاوز معلش مع احترامي عاوز اوعي المستهلك ناخد بالك الدجاجه الغير صالحه يعرفها ازاي. المفروض المفروض ابقى لامعه ومفروض ابقى جسمها ابيض والغير صالحه بتقول بتلاقيها زرقاء او تقصد على المجمده ولا المذبوحه؟ المذبوح المجمده. المجمده بنشوف تاريخ انتاج تاريخ الانتاج والصلاحيه بتاعتها بنشوف كام ده اول حاجه ويكون في بيانات كامله على بيانات على الليبل اللي موجود على الدجاجه تمام والمجزر وتاريخ الذبح المفروض البامفلت ده في كل حاجه فالمفروض ان المستهلك يشوف البامفلت بتاعها ده ويقرا كويس تمام لان كتير جدا جدا بيبقى ما يهتمش بالبيانات ما يهتمش بيها او موجوده عنده في الهايبر وقعدت فتره طويله وبينساها وبينتهي صلاحيتها تمام دي الحاجه. الحاجه الثانيه ابقى لونها مزرق او لونها محمر جدا خبز ستك طبعا الفرخه الفريش بقى باينه مجمده لونها ابيض وممكن بعض الدواجن اللي منتهي مفعولها بقى ريحتها مش كويسه يعني انت بتشم الريحه بتاعتها طبعا. برضو بالنسبه للحوم انت برضو بتشوف اللحوم عند الجزار اللحمه بقى فاتحه لحوم ورديه كده بتلاقي لحوم تانية دكنه سوداء. يبقى احنا محتاجين برضو المواطن يعني يمارس الدور الرقابي زي ما بيقولوا الدكتور طارق يمارس الدور الرقابي مظاهر الصلاحيه ايه سواء كان في اللحوم او في الدواجن لو لقى غير كده يتوجه للوحده يعني البيطريه يعني او للمديريه الطب فعلا يعني تمام. احنا فعلا في المديريه فعلا موجودين وبنلاقي فعلا عشرات المواطنين بيجيبوا لنا اللحوم لغايه المديريه عندنا يقول لك يا دكتور شوف لي اللحمه دي صح ولا غلط. ده كلام جميل. طيب الرقابه ايضا على المبيدات لان ما عنديش وقت. الرقابه على المبيدات الحقيقه شغاله لان احنا يهمنا في النهايه صحه المواطن نعم. لان برضو المبيدات ليها دور. طبعا احنا عندنا لجنه رقابه على المبيدات في المديريه ومسؤول رقابه على المبيدات في كل مركز بننتظر بس شرطه المسطحات تقوم بالحمله وبيتبعوهم المهندسين والحقيقه فيه رقابه على المبيدات. يعني احنا قفلنا مصنعين في الشرق عندنا كانوا جايبين مبيدات ماده خام غير صالح للمبيدات تم اغلاقهم تماما تمام. يعني والبيان هيجي المعاليك يمكن يوم بكره ان شاء الله في اجتماع لجنه المبيدات ان شاء الله. يعني للاسف الوقت انتهى سريعا مع حضراتكم والحمد لله. بني سويف واضح اهو على الهواء مفيش مشاكل لا في الزراعه الحمد لله ولا في الطب البيطري الحمد لله واتمنى كل المحافظات كده ولذلك احنا بنحيي مسؤولينا الحقيقه اللي هم بيشتغلوا وبيحاولوا بقدر الامكان يحلوا كل المشاكل اللي موجوده في المحافظة. في نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر للسيد المهندس عبد العظيم عبد المجيد وكيل وزارة الزراعة بني سويف. بشكر حضرتك جدا باشمهندس عبد العظيم وأيضا الشكر الجزيل للدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري بني سويف. بشكر حضرتك جدا دكتور طارق على هذا اللقاء. فرصة سعيدة فندم. شكرا أيضا لكم أعزائي المشاهدين على كرم المتابعة والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم أمين. إلى أن ألقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله لكم مني أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.